قرأ في الصحف الوطنية والعربية والأجنبية في معرض الصحافة مباشرة من استديوهات الشروق الإخبارية وفي مستهله افتتاحية الشروق الصادرة لنهار اليوم، وجاء في مستهلها وبالبنط العريض في قطاع التربية إقبال جماعي على مدارس تعليم الإنجليزية وتدريس الإنجليزية بأقسام الثالثة ابتدائي رسميا هذا الموسم، ودورات تكوينية لأساتذة الإنجليزية قبيل الدخول المقبل. فقرأونا في عناوين رئيسية أخرى: تصريحات الريسوني وصمة عار وإقالته واجب، الطبقة السياسية وشخصيات وطنية ومنظمات جزائرية غاضبة، وفي تصريحات مختلف الجهات السياسية وأيضا المنظمات: الرابطة الرحمانية للزاوية هي دعوة للاقتتال بين المسلمين، وهيئة علماء موريتانيا ما قاله الريسوني مريب ومستفز. وعلى رأس الصفحة الأولى تقرؤون في العدالة: أنيس الرحماني وتحكوت أمام القضاء في 28 من شهر أوت الجارية. وفي تفاصيل هذه الجريدة تقرؤون: ملف السوار الإلكتروني أمام الغرفة الجزائية قريبا، حيث برمجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 21 من أوت الجاري محاكمة المدير السابق للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية عكا عبد الحكيم بصفته مديرا للعصرنة، رفقة المدير العام للمالية والوسائل بوزارة العدل، واللذان سيواجهان قاضي الدرجة الثانية حول وقائع تبديد أموال عمومية في صفقة اقتناء 1000 سوار إلكتروني مغشوشة. وفي عنوان جانبي في الأمن تقرؤون: إفريقيا في مواجهة تحديات تشكل خطرا على الأمن والاستقرار. شارك الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء عبر تقنية التحاضر عن بعد في الندوة العاشرة للأمن الدولي المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطنية. جريدة النصر تعنون في السياحة وتكتب: مرافق ومراكز تحول علي بن جليل مدينة للترفيه والتسوق، يجب التركيز على الأمن الإنساني والتكفل بالأسباب العميقة للأزمات. هذا ما صرح به الفريق أول شنقريحة في الندوة العاشرة للأمن الدولي الذي شارك فيها أمس الثلاثاء. وتقرؤون أيضا: أندية مهددة ببدء الموسم بالقدامى والرديف. تقرؤون أيضا مشاهدين على رأس الصفحة الأولى هذا الخبر في شأن محلي: حريق مهول بمستودع التخزين للمستشفى الجامعي بقسنطينة يؤدي إلى تلف أجهزة وأدوات قديمة. أقول المساء تعنون هي الأخرى في التربية: الدخول المدرسي الاستنفار في انتظار الفصل في تاريخ بداية الموسم ونظام التفويج. تقرؤون أيضا ضمن تصريحات الفريق أول شنقريحة خلال مشاركته في ندوة الأمن الدولي بموسكو: مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون مهمة بلد لوحده، تقوية القدرات العسكرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أولوية. وفي تقرير أمريكي التي وقفت عنده المساء وعنونت فيما يخص النتائج: اعتراف بالدور الإقليمي للجزائر في استئصال الإرهاب، وخطة استباقية تجنب الجزائر سيناريو 2021 من خلال إخماد أزيد من 30 حريق عبر 15 ولاية. وفي الاقتصاد تقرؤون مشاهدينا أسفل الصفحة الأولى: تفعيل نظام الصرف استعدادا لموسم الأمطار في الصرف الصحي، واهتمام تركي بمشاريع الطاقة الشمسية بالجزائر. تقرؤون في الاقتصاد: مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون مهمة بلد لوحده. هذا هو المقال الذي اخترنا التفصيل فيه في جريدة المساء الصادرة لنهار اليوم، وفي صفحتها الثانية حيث شارك الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس عبر تقنية التحاضر عن بعد في الندوة العاشرة للأمن الدولي المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو،
وعبر الفريق أول في مستهل مداخلته عن امتنانه للطرف الروسي على الدعوة التي تفضل بتوجيهها له للمشاركة في أشغال هذه الندوة، والتي تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والتقييمات حول المواضيع ذات الصلة بالأمن الدولي، وأكد على ضرورة التركيز على الأمن الإنساني والتكفل بأسباب الأزمات من خلال تقوية القدرات العسكرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية. الخبر تعود إلى تصريحات الريسيوني الأخيرة، والتي صنعت الحاتب وتكتب الريسوني سوسة متسوسة، وتقرؤون أيضا مشاهدينا على رأس الصفحة الأولى الخبر التي تقف هي الأخرى عند قرار تعليم اللغة الإنجليزية، وتكتب رسميا الإنجليزية في الثالثة ابتدائي والفنون في الثانية ثانوي اختياريا، ومعدل الحرائق بلغ 50 حريق في اليوم الواحد. تقرؤون في الصحافة العالمية والعربية منها وفي افتتاحية القدس العربية صادرة لنهار اليوم هذه العناوين التي تأتيكم كالتالي: أكبر تصعيد عسكري بين أنقرة والنظام السوري منذ سنتين، مشاورات أمريكية أوروبية حول ضد الإيراني على مقترح إحياء الاتفاق النووي. تقرؤون أيضا مشاهدينا في عنوان أسفل الصفحة الأولى من هذه الجريدة: تصريحات الريسوني حول مغربية موريتانيا والزحف نحو مدينة تندوف تثير ردود فعل غاضبة في الجزائر وموريتانيا. وشدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن التصريحات المتداولة للشيخ أحمد الريسوني حول الصحراء الغربية والأزمة بين الجزائر والمغرب لا تمثل الهيئة، وهي رأي خاص للداعية المغربي وفقط. وكتبت أيضا القدس العربي عن الجزائر هذه المقالات التي أتت معنونة كالتالية، إذن تقرؤون فيها في العدالة أو فيما يخص الحرائق: حرائق واسعة في الجزائر تعيد كابوس السنة الماضية، حيث اشتعلت الحرائق في الجزائر في مناطق واسعة شرقي ووسط البلاد مؤدية إلى خسائر كبيرة في الثروة الغابية، مع مخاوف من أن تمتد ألسنة اللهب إلى المناطق السكنية مثل ما حدث الصيف الماضي. وفي موضوع آخر وفي العدالة عنوان القدس العربي: القضاء الجزائري يدين الناشط السياسي رشيد نكاز بسنة حبسا نافذا. وتقرؤون أيضا في شأن دبلوماسي حسب ما كتبته جريدة القدس العربي فيما يخص مواقف الجزائر الدولية: الجزائر تشترط تطوير العلاقات مع دول محيطها بالموقف من الصحراء، وترقب للبيان الختامي لزيارة ماكرون، حيث تتوجه الجزائر حسب ما كتبته جريدة القدس العربي إلى جعل موقف بعض الدول الواقعة في محيطها الإقليمي من نزاع الصحراء الغربية شرطا أساسيا لتطوير العلاقات وخاصة التجارية والطاقة، حيث أعلنت عن ذلك صراحة في حالة إسبانيا وطبقته في حالة إيطاليا. وهناك تساؤل عريض حول نوعية الموقف الذي سيتم التعبير عنه حول الصحراء خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الأسبوع المقبل. أما في الصحافة الأجنبية وفي الصحافة الفرنسية تقرؤون مشاهدينا في الصفحة الأولى من جريدة لو باريزيان الصادرة لنهار اليوم، والتي كتبت: الموجة الثامنة لكورونا، جذري القردة والاحتباس الحراري، كيف تستعد فرنسا لمواجهة التهديدات الجديدة؟ ومهمتها الأولى الترقب لهذه التهديدات. إذن بهذا نختم وإياكم معرض الصحافة لنهار اليوم، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.